بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا لا تشغلنا بغير ذكرك، اللهم لا تجعل الحلاوة إلا في محبتك، اللهم لا تجعل شياطين الإنس والجن علينا سلطانا. ربنا نحن نثق بك ونحن نعتمد عليك ونتوكل عليك، فلا تجعلنا من الغائبين من حضرتك. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضا. الآن أسوق إليكم بعض صور فيها عبرة، خاصة للناس الذين لم تأتي من موت حتى هذه اللحظة. نحن نجد في مدخل مدينة الشام مكتوب بيتين: إلى أي المدائن صرت يوما رأيت قبورها قبل القصور؟ أي تعتبر هل على آداب الدخول إلى القرى والمدن القرية قبل ملاك تطلق على المدينة وعلى العاصمة؟ إلى أي المدائن صرت يوما رأيت قبورها قبل القصور؟ أتاك الوعظ قبل الحرب، يعني تمشي القبور يأتيك الوعظ. كانوا النبي عليه الصلاة والسلام دائما يشجعنا ويأمرنا بكثرة ذكر الموت لأنه يهدم اللذات، لأن اللذات هي أدوات الشيطان ينسينا ذكر الله. الإنسان حينما يكون في تلذذ فكري ولا تلذذ روحي ولا تلذذ علائقي ولا جنس ولا حال ولا أكل وشرب ولباس وتطواف في أرض الله، اللذة هي قد تقتل إحساسه وتقضي على روحه وتعطل تفكيره وعلمه. هل يكتب البيتين هذوما؟ قال: آتاك الوعظ قبل الحظ منها النعم ونذيرها قبل البشير، يعني سيبشرك ما يزين تلك المدينة أو تلك القرية، لكن حين تزور قبورها أولا تكون على علم بأن الموت لا يمكن أن ننساه، لأنه هي نهاية فرص في هذه الدنيا. إذا كان الإنسان تنهى فرصه بالغفلة، أنا فهو من الهالكين والعياذ بالله إلا إن شاء الله. وكذلك نجد على بعض القبور هذه التحف، منها القش على الحجر، نقلنا من دار ولا نقلنا من دار كبرى إلى دار العبرة. كبرى يعني في الخير والشر، والعبرة دار العبرة أي مات حتى قامت قيامته ويعتبر لي مازال في الخبر، يعتبر لي هو بلاده سيشرب تلك الكأس. أليس فينا عبرة؟ كذلك تلقى كل قبر فلسطيني مكتوب عليه آية قرآنية: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وهذا اللي مسخوط به أغلب الناس، حتى الذين يدعون الإسلام هم لا يفقهون شيئا عن مصيرهم. ونلقى كذلك مقروء على بعض القبور: أنا في القبر وحيد، هذه عبرة، قد تبرأ الأهل مني أسلموني من أسلموني ذنوبه، خبث خبت إن لم تعفى عنه، يعني الذنوب هذه خبت إن لم تعفى عني، خبت يعني ولخمت بها من أجلها إن لم يعفو عني مولانا. كذلك أقول أخرى: أيها الأخ الذي قد غاب عني وجفاني، سوف يأتيك من الله رسول قد أتاني، أي عزرائيل عليه السلام، فينبئك
يبويك من الأرض مكانا كمكاني. وشعر يقول موقوف كلامه على الحجر فوق القبر: عشت دهرا في نعيم وسرور وارتباط، هذا الذي مغرر من مطر الشتاء، ثم صار القبر بيتي وترى الأرض بساطي، ولا وترى الأرض بساطي. وكذلك سيعرض عن ذكر أكبر القبور، سيعرض عن ذكري وتنسى مودتي. كانوا يذكروا في مجالسهم ولقاءاتهم واحتساءهم الخمر وبنات الهوى، والعياذ بالله يزيد يقسم ظهورهم، والعياذ بالله يزيد يدل الانسان الى يعاشر بنات الهوى، لانه هو نار لسخط الخمر وسخط القمار وسخط الزنا واللواط. فيعرض عن ذكري وتنسى مودتي، ويحدث بعدي للخليل خليل، يعني بدلوه جيبوا مخيل من الهموم المدمنين على امتصاص دم الناس عن طريق الخمر عن طريق الرشوة. اذا انقطعت عني من العيش، انقطعت عني من العيش مدتي، فانا غناء الباكيات قليل. انا نسيم التالي، انا كطبيب الراوغ التالي ينزل موت بمنزل او بجماعه، ما لا يجريه كان السخط على الله سبحانه وتعالى ورفض الواقع، وبرع بعد الحجاز ماذا سيكلف هؤلاء الناس من ذكر الله، يكلفهم من عناء ومع صرف اموال ملايين طائل، ولا يمكن الخروج من اذى الحداد الا بالتسليم الى رب الالباب. نسال الله السلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورحمه.